كنت بتابع المظاهرات في مصر نازلة بجد بشكل مبهر، بشكل يخلي الواحد يقول مصر ما زالت حية، الناس ما زال عندهم صرخة عايزة تطلع، الناس عانوا فترة طويلة جدا 6 7 سنين ما كانوش هينين أبدا على الشعب المصري، ضغط عليهم بشكل كبير جدا جدا. كان آخر المواضيع دي حكاية البيوت والإزالات وقانون المصالحات، وده بالفعل اللي فجر قصة غضب الناس. تلاقي الست موجودة، الطفل موجود، الرجل موجود، الدنيا كلها في الشارع. الفكرة كمان إن المحافظات اللي خرجت النهاردة واللي تخطت 36 يعني منطقة من الحراك الثوري، معظمهم ما طلعش قبل كده ثورات، يعني الفترة اللي فاتت دي لا شارك في يناير ولا كان يعني ما كانش صغير. ويمكن يكون هتف كمان قبل كده مر لهذا الرجل في مواقف من المواقف المختلفة، يعني هتف للرئيس الموجود. لكن إيه اللي يخليه النهاردة يغضب بهذه الغضبة والشعبية تتقلص لهذا النظام لهذه الدرجة؟ فعلا كان الضغط شديد لحد النهاردة الحقيقة. يعني أنا بتابع من يوم 20، هو الحراك بدأ من يوم 20 لحد النهاردة، وكل ليلة كانوا بيتواجدوا بشكل أكبر، رغم أن فيه خلي بالك تحديات وفي قمع أمني وفي وفي وفي، إلا أن الجميع بيقول أن العدد الكبير بيكفل للناس النهاردة أنها تحمي بعض. ولما بينزلوا بهذا العدد ويصرخوا هذا الصراخ ويهتفوا بهذا الهتاف بيجلجلوا ويزلزلوا، ما عادتش كلام ولا حاجة إسراء. يعني كانت شعارات بنقولها ساعات لكن النهاردة بقت واقع. تحس الناس وصلت لآخرها، يعني الناس وصلت لمرحلة أن هي مش قادرة تتحمل. خلاص أنت في ضغط اقتصادي قلنا هنتحمله، لكن كمان حتى الساتر اللي هو موجود عليهم البيوت أما تيجي تتهد وبالإجرام ده والمبالغ اللي هي حتى في التصالح الكبيرة جدا الناس مش قادرة تدفعها، فالناس هتبات في الشوارع. فالناس وصلت لمرحلة أن احنا حاسين أن احنا لو سكتنا هنموت، فكده كده ميت. وكمان الفئات فعلا اللي طلعت وفي التظاهر، يعني الفئات الصغيره حتى اللي هي ما شافتش المبادئ اللي هي الثوريه، شوف بالرغم ان هي متربيه على القمع خلال السنوات اللي فاتوا، الا ان الناس نازله احرار وعندهم حريه وعايزين بيهتفوا. في فئات جديده بتنضم، ده اللي يبين ان الصراحه الثورات، يعني الثورات ممكن تهبط شويه لكن بتستمر وبتكمل. الثورات ما بتقومش، الثورات هي موجات، ما نقدرش نقول ان هي هتخلص في سنه في سنتين، هي لا هي مستمره على طول. ممكن زي تتعثر شويه، يحصل انتكاسه شويه، توصلي لمرحله تقولي مستحيل الناس تنزل، لكن بعد كده بتلاقي ان هي مكمله. وده امتداد، انا شايفه ان ده امتداد لثوره يناير لغايه هي جولات بين الحق والباطل. فعمر ما يعني لو الحق سكن شويه صغيرين تلاقي الباطل قام. مجرد ما حس الحق انه خلاص هيضيع وسط الباطل لازم يقوم، والا الدنيا هتضيع. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. فنوع من التدافع بين الناس، والثورات نوع من هذا التدافع. يعني بتعرفي انا بعتقد كمان انه الباطل محفز للحق على فكره بشكل او باخر. هو الاستبداد سلاح ذو حدين، على الرغم من انه يقمع الشعوب، والقمع سيء طبعا بكافه على كافه المستويات يعني وعلى كافه الافكار، لكن في ذات الوقت القمع يوعي بدرجه معينه بوعي. يعني فيروز حكت نقطه جدا مهمه، انه في مناطق اصلا ما خرجت في ثوره يناير وفي جيل جديد يخرج، يعني هذا الجيل اللي نوعا ما يمكن وعي على فتره السيسي وفتره القمع المضاعفه و فترة الاستبداد المضاعفة كانت اللي أكثر كانت من فترة مبارك، لكن مع ذلك صار في عنده درجة من الوعي. أولا ممكن يعني باعتقادي أنه على الرغم من يعني القمع لمواقع التواصل الاجتماعي وتوجيه الإعلام المصري اللي موجود في داخل مصر، إلا أنه في النهاية في قنوات معارضة موجودة وتحاول قدر الإمكان أنه توعي الناس بدرجة معينة أو بمستوى معين. هاي نقطة. نقطة ثانية، الانفتاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما في أي حكومة بتقدر أنه تقمعه، مهما قمعت في النهاية المعلومة تصل إلى الناس والناس عم تتواصل شئنا أم أبينا. عدا عن ذلك أنا دائما مؤمنة على فكرة بطاقة word of mouth، الكلمة التي تخرج من الفم، هاي الدندنات اللي بتصير بين الناس وتتراكم، هاي الأحاديث اللي بتكون على الأهاوي وتتراكم سنة بعد سنة، هي على فكرة الشرارة الأولى للثورات. لذلك بالزمانات هو شيء بالشيء يذكر، يعني بالزمانات على فكرة كانت واحدة من الأمور اللي قمعت مقاهي القهوة ومقاهي الشاي، لأنه ببساطة شديدة هي كانت أماكن اجتماع الناس وكانت أماكن تداول الأحاديث العامة، السياسة، القضايا الاجتماعية، القضايا السياسية، فهي أماكن وعي. ففي النهاية مهما حاولت الحكومات أنه تقمع، الوعي موجود موجود، وإلا ما يطلع جيل جديد عم يحاول قدر الإمكان أنه يفهم الصورة. ومناسبة قنوات المعارضة بقى،
الحمد لله بفضل الله والصدق رغم التحديات اللي قابلتها. كمان قناة المعارضة كان هناك تشويه ليل نهار لم يهمد ولا ثانية لحد دلوقتي، لحد اللحظة دي افتحي أي موقع من المواقع المصرية تلاقيها بتتحدث عن قناة المعارضة، لأن بالفعل النهاردة بيلتف حولها الناس بطريقة غير عادية، بتكسب مصداقية لأن أصبحت صرخة الناس عليها. صحيح. أصبحت استغاثة الناس عليها، حتى متنفس. وشوفي بقى في المقابل، طول ما أنت أغلقت كل النوافذ للناس داخل الوطن، أنت الكاميرا الأقرب للناس أصبحت الكاميرا اللي بره، اللي هم أصلا ما عندهمش ولا مراسل داخل مصر، لكنهم بقوا شبه الناس. الناس بقت تفتح تلاقيهم أكنهم بصين في المراية بدون تهويل أو بدون إضعاف لحديثهم أو بدون أن تتجاهل معاناتهم. على الجانب الآخر النهاردة الناس تنزل مظاهرات عايزة تشوف نفسها، هي نازلة هي أصلا في المظاهرات دلوقتي. تفتح التلفزيون يقولك مفيش مظاهرات، ده داخل مصر مفيش مظاهرات، القرى قاعدة في البيت، يلا يا قنوات المعارضة يا كذا يا كذا يا كذا. فأصبح النهاردة خلاص اتضحت الرؤية للناس. لا وتحسي بيعملوا دلوقتي سياسة التشويه، يعني هو كان الأول بيقول مفيش تظاهرات ومفيش حد بينزل ومفيش حد، دلوقتي بقى بيتكلم بقى في التشويه، تشويه الناس اللي نازلة البلطجية اللي بيحرقوا الناس. بقى تحسي ان الناس اتغيرت، الناس بقت عندها ثقافة، حفظت عندها وعي غير أي مرة تانية. وتحسي ان هو القمع فعلا اللي هو عمله خلال السنين اللي فاتوا الناس اتوعيت أكتر، وبقى العكس الناس بتفتح خلاص عارفة ان ده مش صوتها، فبدأت إنها تلجأ لأي قناة أيا كانت، حتى إمكانية القناة دي محدودة ولا مش محدودة، الناس عايزة تسمع صوتها. كمان مواقع التواصل الاجتماعي أنا حاسة إن هي بقت بتسرع رتم، يعني إحنا لو بنتكلم أنتوا بتستعينوا كقنوات، القنوات الفضائية بتستعين بوسائل التواصل الاجتماعي طبعا. يعني بقى اليوتيوبرز يعني الأمر الثاني أنا كان نفسي أقول أكلم فيه التجميع الشعوب، يعني شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله السيسي عدو الله بدأ من الجزائر. شوفي تجميع الشعوب، انت بقيت تجميع الشعوب، لا ده مش تجميع الشعب في مصر بس، تجميع الشعوب العربية كلها. صح. يعني بدأ من الجزائر انتقل للمغرب وبعد كده وصل لحد سوريا ووصل لنا عشان يعرفوا ان التلاقي بين الشعوب دوت مش الحواجز مش هتلغيه. يعني على فكره عسيره الجزائر وتجميع الشعوب، في لي صديقه جزائريه هي ناشطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا للامانه صديقه محترمه وكذا، لكن غلطه صغيره وشاركت في مسابقه يدعمها السيسي ففازت في هذه المسابقه، هي مسابقه شبابيه وطلعت واستلمت الجائزه من السيسي بشكل شخصي. انت شوفي كيف ثورة متابعيها من الجزائريين عليها بشكل فظيع، انه يحكوا لها انت كيف وصلتي لهي المرحله وكيف وصلتي لهذا المستوى، انه انت عم تحكي عن اول شيء انسان ضد الثوره، انسان قمع شعبه. يعني شوفي هذا الوعي وشوفي هذا الالتقاء ما بين الشعوب لما يكون بهاي الطريقه. مشاركات الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لانه هي البنت تعتبر من الانفلونسرز او المؤثرين بمقياس مواقع التواصل، فشوفي هذا مثلا هو وسيله من وسائل الوعي خلى البنت تعتذر. فشوفي كيف لما بصير في ضغط وهذا الضغط عم بنتشر بشكل أو بآخر، لما بيكون في شعب آخر واعي بقضية مصر بصير حتى الشعب المصري مدرك أكثر لعمق قضيته، إنه هو في منطقة لا لازم يعني بالنهاية حيصحى. يعني حيصحى أنت لو شوفي تعليقات الناس اللي في الوطن العربي، لا هم فاهمين إن لو مصر تصلح حالها هم نتصلح عنهم، هم نفسهم يعني اللي بيقولوا الكلام ده مش إحنا كمصريين. فشوفي سبحان الله، يعني فعلا قصة الوعي في الوطن العربي إزاي زادت مع الأحداث اللي مرينا بيها بشكل كبير، وفعلا أهمية مصر، إن مصر مجرد ما حصل فيها انقلاب لقيتي إن ده تأثر على كل الوطن العربي. فإحنا ممكن بيبقى المنظر إن الوطن العربي مثلا في يعني متفرق، لكن الشعوب نفسها شعوب متوحدة، والشعوب نفسها تحس إنها على كلمة واحدة، وإن قلوب الناس كلها، إحنا النهاردة في مصر في تظاهرات في مصر، قلوب الوطن العربي تحس إن هو مع الشعب المصري وبيدعو وبيتمنى. لأنها كمان الرواية ده مش بس بتديكي يعني إن الناس لسه حية، ده كمان بتديكي أمل. يعني انت بتديك الامل اللي هو زي ما نقول ان الفتره اللي فاتت فعلا كتير من الناس للاسف ضاع منها الامل وراح منها الامل. وعلى فكره كان ممكن النظام يستخدم ده لصالحه، لكن هو عقله ما ودهوش لده، بالعكس بدا يقلص من شعبيته اكتر ويزود ضغطه اكتر ويزود قراراته الغير مدروسه اكتر اللي هي كلها ضد الناس. وكان الحقيقه موضوع الغرور ده يا جماعه والله العظيم لما بيتمكن من بني ادم بيجيبوا الارض، بيجيبوا الأرض مهما كانت معاك كل التقاط الممكن. أنا هعترض عليك في كلمة القرارات الغير مدروسة. لا هي قراراته مدروسة جدا بالنسبة هو السيسي لا يتحرك بمفرده، السيسي يأتيه الدعم إقليميا ودوليا وعلى أعلى المستويات،
يعني ممكن يحاربوا عشان خاطر بقاء السيسي، لكن سياسة تفقير الشعب المصري اللي هو ماشي فيها هي هلا أو من سنوات بالنهاية قومت الناس. أيوة قومت تمام. الناس ضده تمام. هو متوقع أن زي ما الناس سكتت على أحداث كتيرة هتسكت على هذا الحدث، لكن هذا الحدث لا يمكن السكوت عليه لأن ده مكان عيشي، مكان بيتي، مكان ستري. صحيح. لا يمكن أصل إلى هذه المرحلة ويفضل البني آدم ساكت، مستحيل. يبقى مش بني آدم، وصل لمرحلة أنه مبقاش بني آدم، فلازم يقاوم ولازم يعترض. خد بالك يا صحرا، هي الفكرة كمان أن في تقارير وصلت للسيسي من الأجهزة المخابراتية في مصر ومن اللي هم بيراقبوا الشارع، وقالوا له أن ده هيبقى مشكلة كبيرة جدا والناس هتطلع، الناس هتصرخ، الناس لن تتحمل. لكن أنا بتكلم في حتة الغرور الوايد، الغرور لما تمكن لا امشوا، هتبقوا معايا رجالة ولا حاجة تانية؟ ده في بلطجة. هو كان بيتحدث بغرور شديد وتحدي للشعب، وتحدي يعني هعمل وهد وهنزل الجيش يهد. هو مستند لإيه بقى؟ مستند إن الناس للمساندات الدولية. لا هو أنا عايزة أقولك إن هو معتمد فعلا على فكرة إن الناس خلاص وصل لمرحلة من الخوف، القبضة الأمنية تخلي الناس كلها خايفة. تاني حاجة فكرة تيئيس الناس، إن هما دايما بيزرعوا فينا إن بص المصري مستحيل هيتحرك، المصري يا جماعة بيخاف، وحتى لو جاع مش عارف على مر العصور عمل إيه، ورسخولك فكرة إن أنت المنفذ الوحيد ليك إن أنت تهربي من مصر، هجرة غير شرعية، امشوا من البلد، وقال لهم اخرجوا بره مصر. وما فيش اي مشكلة، الاعلام كان بيقول كده. فالاعلام كان بيقول كده، والشباب بقى فعلا عندنا موقع التواصل الاجتماعي بقى كله حلمه ان هو يسافر. كمان فكرة الانتحارات والفوكس على الانتحارات، ان الناس بتنتحر وان الناس يأسانة وان الوضع في مصر خلاص ما فيش امل، فانت اتكلمت زي ما اتكلمتش. وطبعا المجازر اللي حصلت سواء في رابعه او في النهضه، المجازر دي كان القصد منها نفسيا ان هو يوصله لمرحله من الخوف، الفوبيا، انا مش هتحرك، انا مش هعمل تاني، نجاري اتمسك، نجاري مات. فان يحصل بقى ان الناس بعد ده كله سبحان الله ان يبقى الوعي بيزيد، وان الناس لا، الشعب المصري فعلا ما بيسكتش وعنده امل وان هو ينزل يغير، هي دي بقى اللي بنتكلم فيها. فوبيا رابعة والنهضة لم يحصل للشعب المصري فوبيا، بدليل انه خرج بعدها بيومين في رمسيس وحصل له مجزرة في رمسيس، وخرج بعد مدة سنتين بيخرج لحد 2015. لا انا بكلمك على جزء من الشعب حتى ما نزلش رابعة والنهضة. عمر الشعب كله ينزل، مستحيل الشعب كله ينزل. لا بس اللي نزل دلوقتي مش كل الشعب، برضه مش كل الشعب، بس بقول فصيل تاني بدا ان هو يتكلم. والكلام ده على فكره من بدري، في فصيل صحيح. كتير انا اعرف مثلا ناس كانوا من معارف الشخصيه، مثلا اعرف ناس كانوا ما بينزلوش خالص، ما بيشاركوش، ما بيعترضوش، ضد فكره الاعتراض اصلا، وان انت تعترضي وكده. الناس دي بدات تتكلم بعد الفتره، الاوضاع الاقتصاديه خلتهم ممكن حتى لو هما بيعبروش، لكن هو في بركان غضب جواه من الاوضاع في مصر بقوا مجرد، يعني انا مش عايزه اقول لك ان مجرد ما فات سنتين من الانقلاب العسكري، الناس دي بقت بتبحث عن فرصه سفر. اللي كانت ضد اللي كان بيتكلم ومش فاهمين ولا واعيين ان الناس اللي كانت نازله من الاول اللي في رابعه والنهضه كانوا شايفين الوضع ان هيوصل لكده، كانوا عارفين ان البلد رايحه للطريق ده، وكانوا بيقولوا على فكره، يعني في بعض الناس سبحان الله كان يعني عندها رؤيه مبعديه جدا، كانت بتتكلم عن الوضع اللي احنا هنوصل له، كانت ناس تقول المستحيل يحصل، مستحيل ان المساجد تتهد، احنا نوصل للمرحله دي طبعا. أنا مستحيل. ليه مقاله حقيقة بمناسبه المساجد تتهد، انا ليا مقاله من وقت الانقلاب 2013 بتكلم على ما بعد الانقلاب. اتكلمت على كل هذه التفاصيل طبعا. واضح، هو واضح انه جاي لهدف معين. وشو فكره هدم المساجد؟ يعني لما كتبتي عن هاي الفكره تحديدا، برايك شو الفكره عند السيسي من انه يوصل لهاي المرحله؟ هو جاي يضرب دينك في الاخر، ده بدليل انه حرق لك الناس في رابعه، وهدم المسجد وحرق المسجد ومسجد رابعه اللي الناس كانت موجوده فيه. صح. وفي قبلها في مسجد في العريش مسجد. برضه قصدها ان حرمه المسجد لم تمنعه ان هو خلاص، ده قبل كمان رابعه مسجد النور في العباسيه، لو ساعه ما كانت بتصلي في مذبحه الحرس. ده قصه دي بعد الانقلاب. قبل الانقلاب كان حاصل ان الشرطه العسكريه دخلت مسجد النور بالبيادات وخدت الناس من قلب المسجد، الناس بتستغيث وبتحس انها امنه جوه المسجد، ده دخل وخدهم من المسجد. بس تعرفوا شو الغريب؟ يعني انا احيانا بستغرب من بعض السلوكيات
ما بعرف إن صح التعبير الغبية لأنظمتنا. يعني معروف في النهاية شعوبنا العربية متدينة بالفطرة، معروف هذا الشيء مهما كانت درجة يعني تدينها، بس هي متدينة بالفطرة. صحيح. والشعب المصري عنده هاي اللمسة الدينية، سواء راح على مسجد للسيدة زينب بغض النظر إذا كان في بعض التصرفات أو السلوكيات هي تعد من البدع، لكن في عنده تدين بالفطرة. والأنظمة بشكل أو بآخر تعتمد على الفكرة أو تستغل الشعارات الدينية للتحكم بالشعوب. لكن اللي عم بيصير في مصر انه عم بيصير في ضرب لرموز دينيه بسيطه. المسجد على فكره يعتبر من ابسط الرموز الدينيه اللي الناس تتعلق فيها. مسجد احنا ببساطه شديده مسجد الحاره بنروح بنصلي فيه، ولما بيكون في يعني فيه لمسه تاريخيه فبتصير الناس في عندها نوع من الفخر انه احنا والله عايشين في حاره او في منطقه مر منها فلان او القائد الفلاني او المكان الفلاني، فبصير عندها ارتباط اكثر بالارض والوطن والتاريخ. فانا بستغرب حقيقه انه يعني انا هون بدي ارجع لفكره لما حكيتي انه لا السيسي قراراته مدروسه. أنا اللي عم بشوفه هذا النوع من القرارات غير مدروس. صحيح. إذا إحنا بدنا نحلل سلوكيات الشعوب وطريقة يعني تفاعلها مع الأحداث، فأنا حابة أفهم إيش قصدك بفكرة إنه السيسي لا إنه قراراته مدروسة. أنا عم بشوف هلا لا عم يتجه نحو إخفاق. هو المسجد معناه جماعة، هو جامع يعني جماعة يعني ناس كتير، يعني ناس ممكن تدخل تعمل عليه ثورة. صحيح. في مكان هو هو أي تجمع بيضايق اجتماع هو بقى اللي عنده مزاج للتجمع، فما بالك بقى بالمسجد يعني تجمع. فبيضرب المساجد، هو حتى بيضرب مساجد، بيضرب مساجد مش بس المكان ده، بيضرب الشخوص زي ما انت قلتي الشيوخ، عمل له شيوخ في امن الدوله احنا بنسميهم شيوخ امن الدوله وشيوخ السلطان، عملهم عشان يضرب الدين، يطلع يقول لك ممنوع لا هو كمان تطلع على الحاكم، خروج على الحاكم، الحاكم المتغلب. قصص طلعت كده فجاه مره واحده في الفكر الاسلامي السيساوي يعني كمان هو الدين هو اللي بيخلي الناس يعني عايزه اقول لك هو صمام امان المجتمع المصري. هو دلوقتي اول ما الناس تتخلى عن دينها، وده اللي حصل ان انت بقت القدوه والناس اللي الناس كانت بتقتدي بيها دلوقتي بقوا ارهابيين وبيدخلوا المعتقلات وبيتم هدم اي حد اخلاقه كويسه، حتى مش فقط بس متدين. فالاخلاق ما ضاعت من الناس، وبقى في فقر، وبقى في نشر المخدرات في المجتمع. هو كل ده عايز يشغل الناس عن القضيه الرئيسيه ان هو يخرج يطالب بحق ويهدم المجتمع. المجتمع امتى او ما يتهدم مش هيطلع يطالب يقول بحقوقه، مش هيبقى عارف اصلا حقوقه من واجباته، ويبقى في حاله من الجهل. صحيح. وده اللي حصل. حتى تشوفي التعليم وصل في كام سنه اللي فاتوا بقى عامل ازاي، تحسي حاله من نشر الجهل في المجتمع المصري، وتخليه هو مش واعي، يعني الناس تبقى غايبه عن الوعي ومش عارفه دينها. حملات خلع الحجاب، الحملات الشاذه اللي بقت في مصر مستحيل اصلا كانت تبقى موجوده. الانفلات الاخلاقي في كل حاجه، لكن الفكره ان انت قلتي نقطه مهمه جدا جدا، هو اعتمد على ان وعي الناس قليل. هو شايف ده، لكن بالعكس تماما زي ما بتقول إسراء، الدنيا اتغيرت. لعدنا ايام الستينات ولا السبعينات، كل حاجه دلوقتي بتحصل بتشوفيها في نفس الثانيه وبتشوفيها بكل تفاصيلها، وكل واحد من المواطنين المصريين يستطيع ان هو يكون قناه في حد ذاته، مع كاميرته مع دنيته. صحيح. يصور يطلع يرفع، الدنيا هتقوم. هي الفكره كمان انا كنت لسه بقول لكم في الغرور، لكن كمان خلق المبررات، بمعنى ان كل حاجه بيعملها بيقول لهم ادي المبرر بتاعها. طب انا بهد المساجد، عارفين ليه؟ لان اللي بيتبنى على ارض حرام هو كمان ما ينفعش يتصلى عليه. يلا زي ما بتقول سحر، طلعوا لي فتوى بده، طلعت يا ريس. طيب خلاص الناس اقتنعوا، الناس فضلوا معاه للاخر لحد ما وصل لبيتهم. يعني انت تعديت على بيوت الله، والناس للاسف الشديد وجدت المبررات، مشت شوي على مضض، مشت مع مع على مضض، هي مع حاجه كان ممكن تحصل فتنه طائفيه في المجتمع المصري بسبب ده، بس لانه جه على الكنائس والموضوع مرر الطرق من مرر من جنب الكنيسه، مرر الشارع من خلال يعني. صحيح. فلا ما فيش كنيسه واحده قصاد 200 مسجد تم هدمهم في الفتره الاخيره. فانت طب انت ايه بقى المبرر؟ يجي طالع فيديو من قلب الكنائس المصريه لقصصين مشهورين ومعروفين بيتحدثوا في ده على الملأ، وبيقولوا ان احنا عندنا كنائس مصر معظمها غير مرخص وبدون ورقه واحده. ده الكنائس اللي بتتحدث في قال 80% من الكنائس 80% مع ذلك لم تهدم. فهنا طبعاً شفتي هنا ده بالتليفون، يعني هو نفسه اللي كان ممكن يعني. ده ممكن كان يخلق فتنه طائفيه لولا ان الشعب مدرك ان فتنه في الوقت ده مش هتكون خير لي. لا احنا نحتوي بعض ونستطيع ان احنا نمر
بالأزمة دي على خير. وفعلا ده اللي بيحصل النهاردة. النهاردة المنيا ومعظم مسيحيين مصر في الجنوب بني سويف والمنيا كله طالع عن بكرة أبيه، كله مع بعضه، المسيحي قبل المسلم. أحداث مسبيرو تشير إن هو بيضرب الكل، حتى حادثة القديسين أيام مبارك كان بيضرب المسلمين بالمسيحيين عشان يشغلهم مع بعض، يورث ابنه. ومين اللي كان بيتضح بعد كده سحر إن هو اللي عاملها؟ أيوه أنا والله العظيم أنا علقت قبل ما يعترفوا بعد كده يا جماعة عاملها عشان خاطر توريث ابنه، كده تعليق رسمي يعني واضحة. هو يعني جربوا اصلا يلعبوا على الوتر ده من زمان جدا. أيوة يعني هو المفروض نفهم لعبوا عليها كتير، بس هو مش قادرين لان طبيعه المجتمع المصري مختلفه. لا طبيعه المجتمع المصري المسيحي متداخل مع المسلم في نفس البيت، فما حدش يقدر يحدث يعني لكن هو الناس دلوقتي ايقنت ان بالدور، ايقنت ان انت دلوقتي صحيح. انت قلت انا في امان وما رضيتش تتدخل ولا تعترض، قلت انا كويس جه عليك الدور. صحيح. فنفس القصه على فكره بالنسبه للمسيحيين. يعني الموضوع بالنسبه للتدين، ترامب عمل ايه؟ رفع الإنجيل. ماكرون عمل إيه؟ حط صليب على الجزيرة من الجزر. دائما الأنظمة بتستغل يعني. مش مسألة استغلال، الدين مكون أساسي في أي بني آدم أو أي شعب. أنت العقيدة بتاعته. طبعا. يعني أنت ليه بتتبرى من دينك؟ يعني لو أنت مسلم على حق ليه بتتبرى منه؟ والحديث دائما أن تجديد الخطاب الديني وما يحويه الخطاب الديني، وأنتم مش معقول كلكم عشان تعيشوا تقتلوا بقى الإسلامي، خطاب الدين الإسلامي غير موجه لأي حد آخر. لو شوفوا يعني تجديد الخطاب الديني الإسلامي أو المطالبة فيه بيختلف عن مسألة التبرؤ من الدين. إحنا طبعا لا ضد يعني بكافة التفاصيل مسألة إنه إحنا نتبرأ من ديننا، لأنه مثل ما ذكرنا الدين يعني مكون أساسي في حضارتنا وتاريخنا وثقافتنا، شئنا أم أبينا، ونحارب فيه شئنا أم أبينا، والبعض يستغله لأنه عارف إنه هو مكون أساسي يعني فينا شئنا أم أبينا. فمن المستحيل يعني إنه يعني نوصل لمرحلة إنه ينترك هذا الشيء. بس أنا السؤال اللي عم بطرحه على نفسي دائما، هل ثوراتنا أو تظاهراتنا اللي هي تعتبر ممهدة للثورات في المرحلة الحالية تحتاج إلى رموز؟ بصراحة بسأل نفسي بشكل كبير جدا هذا السؤال، لأنه يعني كل ما ببحث عم بشوف حاليا أنه إحنا تقريبا عم نفقد رموزنا في العالم العربي. ما عاد في علماء تم اعتقالهم للأسف الشديد. صحيح. يعني العلماء اللي كانوا أو الفقهاء أو الشيوخ اللي كانوا ضد السلطان إما توفاهم الله أو تم اعتقالهم وقمعهم ولم نعد نعلم عنهم شيء. وفعليا في كثير من الناس سقطت للأسف الشديد، اللي على يعني الجانب الآخر في ناس سقطت في هاوية الأنظمة. فالسؤال اللي بيطرح نفسه إنه هل إحنا محتاجين لرمز معين يحرك الشعوب؟ أنا وجهة نظري ما زلت بشوف إنه إحنا محتاجين هذا الرمز، عم بنتظره. كيف مش عارفة بصراحة، بس ما بعرف أنتوا كيف من واقع يعني مشاهداتكم، ولا بتشوفوا إنه خلص الشعب هو حيتحرك حيصنع رموزه؟ بس الشعب لا يتحرك بدون قيادة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، لو ثلاثة فطبيعي يكون في قائد. أنت في الصلاة في إمام، في البيت في ده الطبيعي. فاللي يقول لك الثورة ما فيش ده عايز يلغي أي قيادات طالعة، أو لو طلعت قيادات يا إما يعتقلها يا إما يستقطبها لصالحه. طب حاليا في قيادات للثورة؟ حاليا ما فيش، والأفضل إنها ما تظهرش. أنا عايز أقول لك حاجة. لا في طبعا في معارضين مصريين في الخارج، وفي رموز وناس لها تاريخ. ده متكلم عن مصر تحديدا. في معارضين سياسيين في الخارج وبيتحدثوا ويباركوا الحراك الثوري، لكن الفكرة في النهاردة إن هم شوية مدين للناس فرصته. بمعنى أنت خرجت اتجمعت هتفت كمل، إحنا وراك بنبارك الحراك ده، حننادي باسمك، حنطالب برحيل اللي أنت عايز يرحل، هنبقى معك قلبا وقالبا كل لحظة، هنعمل لك، هنجتهد إن إحنا نحافظ على منابر كانت موجودة أو منابر كانت هتغلق لولا إن هم يعني ضخوا فيها من جديد الاهتمام وبدأوا يتحملوا كل ما أصابهم من كلام من هنا ومن هنا ومن هنا عشان المنبر ده يطلع للنهاية. النهاردة المنبر ده بيعمل ايه؟ المنابر المعارضة لو هي مش موجودة تخيلي ازاي كان حينقل لينا ما يحدث في مصر. تخيلي لو النهاردة اللي بيقلل من قنوات المعارضة يشوف المشهد من غير هؤلاء، يشوف المشهد من غير القنوات المعارضة الموجودة في الخارج. إذا عالم في مصر
اي شيء يحدث، اي صرخه، اي استغاثه، مش هيعرف. حتى السوشيال ميديا، السوشيال ميديا كانت هتقوم بدور بس مش زي المعارضين، مش زي القنوات طبعا. ليه؟ لان القناه كمان بتدي دفع. انا بقول لك انت بتسالي عن القيادات النهارده الموجودين في الخارج، جمعهم يعني بيباركوا هذا الحراك ويتحدثوا فيه ويصدروا بيانات ويشجعوا الناس ويلا استمروا واحنا معاكم. هذه الدفع الناس محتاجاها. الموضوع مش لازم قائد يبقى يقول انا هو القائد بتاعكم، مش دي الفكره. لكن في نفس الوقت لما الحراك يكون لا يعلم بقى قائد من فرد من موجود في الداخل، يكون افضل بالمرحله الحاليه. الله اكيد موجود قيادات بس احنا ما نعرفهاش. وبعدين في رموز كثيره داخل المعتقلات، يعني هو انت اغلب الرموز اللي عندك كلها اعتقلت، لكن انا يقيني ان الشعب المصري دايما ولاد بالوجوه الجديده. يعني انا لو انت مثلا انا بتوقع ان ممكن الفتره اللي جايه تظهر لك وجوه جديده، وجوه جديده ممكن ما نبقاش عارفينها خالص، يعني احنا تبقى افراز ثوري من ثوره جديده. يعني هو مش حتى مش بس اللي هيعتقل يبقى معنا كده ان احنا خلاص ما عندناش قياده ثانيه، ولا حتى الخارج اللي في الخارج، لا احنا عندنا امل ان بعد كده الشعب المصري يبقى فيه ناس كتير. يعني كم الاطفال يا رويده اللي طالعين النهارده يبشروا بالخير. انت عارفه ان انا افتكرت 7 سنين و11 سنه 12 سنه 13 سنه بيهتف من قلبه، هو اللي شجع اهله امه وابوه ينزلوا، يعني كانوا بيتقدموا النهارده التحركات الثوريه بدون خوف، بدون رغم ان الطفل اكتر حد ممكن يخاف. بالعكس هيشوف الدباب، لكن ده حصل بالعكس الطفل تماما. الطفل ما بيخافش، انت بتعالي شوفيه بيحط ايديه في صباعه عايز يستكشف. لا بس خدي بالك التربيه اللي هي الميزه ان اللي خارجين دول شباب البيئه القمعيه اللي كانت موجوده. ما حسش بالقمع ده، اللي حس بالقمع مين؟ الناس اللي اعتقلت، الناس اللي اتاثرت بالقمع. اسرته ممكن تبقى مربيه على الخوف، وسبحان الله بالرغم من كده عنده وعي. الجيل اللي طالع والتعليم عنده قليل، الظروف. انت عارفه انا ببقى مشفقه على الجيل اللي طالع ده، بقول عقليا لو احنا جينا نظريا كده قلنا الجيل اللي طالع في مصر ده وضعه هيبقى عامل ازاي، هتحس ان الجيل ده هيبقى طالع بايظ جدا، هدم في الدين واخلاق منفلته ومخدرات، وبتحكي على اوضاع احنا ما عشناهاش. مدرسه ما فيهاش زار الدين، يعني احنا كنا بنتكلم مثلا كان عندنا في دور تربوي للمدرسه، كدور معلوماتك الدينيه نصها واخدها من المدرسه، تخيلي الدور ده مش موجود في المدارس. فالناس في البيوت موجود دلوقتي في البيوت، ما هي البيوت عليها عبء كبير، عندها عبء اقتصادي كمان، الام مشغوله والاب مشغول. فان انت تلاقي ان الجيل اللي طالع ده الجيل الصغير ان هو يبقى عنده الوعي ده، وان هو انت لا تشوفي فيه بذره خير، لا دي تبين لك ان الشعب المصري صعب هزيمته، ان احنا لا لسه ولادين فعلا، وان الفتره اللي جايه ممكن تظهر لك مفاجآت. ما تقدرش تقولي ان الشعب ليه كتالوج، لا ممكن الفتره اللي جايه تلاقي ان الناس كلها نزلت في لحظه واحده، والحالة اللي احنا موجودين فيها دي كلها اتغيرت. يعني مش صعب، عشان كده دايما نقول لازم يبقى عندنا امل. هو احنا عمرنا شفنا سيدات تحاصر مديرية امن؟ لا. ده حصل في اليومين اللي فاتوا. سيدات سبحان الله راحت تحاصر مديرية الامن. احنا شفنا السيدات بتتقدم الصفوف. صحيح. في رابعة وقت المجزرة كانوا بيهدوا الاسوار عشان يدخلوا ميدان رابعة. السيدات. يعني ببساطة يعني. احنا بنقول بصي. انت عندك تجربه ثوريه حلوه جدا، لكن في 7 سنين مش عايزه اقول لك كتموا نفسك، هم خلوكي لو عندك لسه في الذاكره حاجه حلوه قوي للثوره، انت يا اما هتزهقي هتندمي، يعني وصل لك كل الشعور السلبي. فالنهارده ليه احنا فرحانين بالحراك؟ ليه من يوم 20 الدنيا مختلفه معانا؟ عندنا امل في الناس، لان بالفعل ناس نامت 7 سنين، متخيلين لما يصحوا فجاه ويبهروا الجميع. وعلى فكره كان الرهان ان الناس دي مش هتقوم لها قومه تاني. رهان مين؟ رهان مين اللي رهان؟ الاعلام المصري. والاعلام المصري ده النظام نفسه كله يا جماعه. دي ادوات النظام يعني. ايوه ادوات طبيعي النظام. طبيعي ان هو يشيع لهذا. لا بس هو مش يشيع، يقتنع غير انه يشيع. يعني في المجالس الخاصه لما يتقال لك لا 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 اطمن ما فيش حاجه هتحصل، ما هو مين برضو مين؟ ايوه الناس اللي في مصر. ما هي اني ناس؟ اني ناس المشكله اني ناس. وبالنهايه الاعلام اها دي الفكره. لا حتى تكلم عن الفكره، حتى الناس المعارضه صار في راي انه او رهان انه لا الناس مش هتقدر تطلع، او كان في خوف، كان في نوعا ما. خلينا نحكي انه واحده من الاسئله اللي تسال انه معقول يعني صح. معقول الناس تطلع من جديد؟ أيوة. خصوصا السنه الماضيه لما صار في تظاهرات، صار في نفس الشيء فوره امل، ومن ثم سكنت هذه المظاهرات وسكتت، فصارت الناس مش عارفه بين شد ورخي انه معقول نرجع نطلع من جديد. هو ليه الناس استجابت لدعوات محمد علي؟
يعني هل هو فعلا رمز ثوري فهو جاي يتكلم فالناس اقتنعت بالشخص نفسه فنزلت، ولا هي الارض اصلا مهيئه والناس مستنيه بس حد يقول لها يلا والبركان على اخره؟ هو الحقيقه ان هي الجواب الثاني، فعلا الناس هي المهيئه مش في شخص محمد علي، مش كحد دعا، لكن هو ممكن تقولي هي الناس مستنيه اي حد يقول يلا. الناس وصلت لمرحله، بس في كتير قالوا يلا يا رويدة. هي الفكره ليه هو كان شبهه كان شكلهم وحكى عن حاجات وجه في وقت لا وحكى عن 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 حاجات بتمسهم هو بتمسهم صحيح. هو عارف الشعب حاسس بايه وبيعاني بايه، فمجرد ما حكى. بس انا عايزه اقول لك ان برده ممكن في ناس تتكلم في نفس اللي هو اتكلم فيه، بس ما يمكن عشان هو كان طالع من قلب النظام نفسه صدقوه اكتر. بالظبط. لا والناس مستنيه اي حاجه تيجي. هو انا رايي حاجه بالنسبه لمحمد علي، محمد علي اولا جريء صحيح صراحه، يعني جرأته جميله. الامر الاخر ان دعوته تلقائي كده وعلى الفطره. اه الامر هو بيقول حقائق الناس كلها عارفاها صح صح يعني ايوه عشان بس من، لكن دعوته الاولى لم يستجب احد لها كثيرا يعني. ليه؟ لان ما كانش في بقى لانها قمعت. لا لم لا لم تمس يمسك شخص بني ادم، انما بعد الدعوه الثانيه كان قانون التصالح طلع وابتدت البيوت تتهدم فخلاص ما فيش حل ثاني اقوى من المره دي. فمجرد ما طلع هو او غيره الله اعلم يعني الدنيا بدات ازاي يعني، لكن في الاخر في وضع مختلف تماما عن الوضع الاوضاع السابقه. صحيح. يعني بتران وسنافير الانسان العادي مش فارقه معاه، بيع الغاز في المتوسط صحيح. مش فارقه معاه، حاجات كتير سينا بعيده ممكن اهل سينا يهتموا بيها، لكن ان انا تيجي تهدم بيتي عليا وانا فيه وانا وعيالي، بس انا شفت منظر الست عماله تصرخ وهاتوا الاسعاف وهو يعني مستحيل. انت دول عايز توديهم فين؟ عايز تعمل لهم ملاجئ تعمل لهم خيم في قلب مصر؟ يعني هيبقى الناس لاجئه في بلدها؟ ده انت واخده وصلنا لمرحله ان احنا وصلنا زي فلسطين المحتل، يعني انت اصبحت زي العدو الصهيوني بالظبط تماما بالنسبه للشعب. ففعلا السيسي عدو الله، يعني شعار فعلا عبقري اللي طلعه، يعني شكرا لاهل الجزائر صراحه ان هم طلعوا هذا الشعار. لا فعلا شيء مأساوي انه الانسان يصبح لاجئ في وطنه، واللي سبب لجوءه هو شخص يفترض انه ابن وطنه، يفترض طبعا، لكن وضع مأساوي حقيقه. بس نقطه جدا مهمه لما ذكرتي انه فعلا الناس لما خلص بيجي الضرب لعندها مثل ما بيحكوا بالعامي بتوصل لمرحله في النهايه خلص راح تطلع، لانه ما عاد في شيء يعني ما عاد في شيء يخليها تسكت. هي كانت مضطره انها ما ترخص، يعني هم اصلا بيبقوا موقفين المواضيع دي عشان الرشاوي والحاجات دي معروفه في مصر جدا، يعني اي حد في مجال العقارات وكده فاهم الامور دي. فانت سبت الفاسد وسبتني ان انا ادفع ازيد يعني نص المبنى حتى طلع قدامك، طلع قدامك لا ودفعت عليه فلوس كتير عشان بتقول ارض الدوله. انا الدوله، الشعب هو الدوله، يعني انت الدوله هتوديها لمين؟ هتديها لمين يعني؟ هتديها للصهاينه؟ احنا الدوله احنا كشعب، فانت عايز تعمل ايه؟ في خطر عليا نلغي الادوار المخالفه، انما تيجي تهدني البيت وانا فيه ده اجرام يعني. بمناسبه انا الدوله عجبتني جدا، تسلمي عليها، الشعب الدوله طبعا، لان دايما بيلصق دلوقتي ايه اوعوكوا تهدموا مصر، انت لو اتكلمت هتهد مصر. هي مصر ايه؟ مصر اتكتبت على اسم مين؟ هل النهارده مصر مكتوبه على اسم السيسي؟ طيب لو هو مات موتة ربنا، والموت علينا حق جميعا، لو مات موتة ربنا هندفنه ومصر هتكمل، صح ولا غلط؟ هل مصر كلها هتقع بسقوط شخص ايا ما كان اسم الشخص ده، ايا ما كان؟ يعني بصي خلي الانجازات اللي بيتحدث عنها، خلي كل الكلام ده نمرره على عقولنا، وكان واكيد لم يلامس انجاز واقع الناس، لذلك الناس لم ترى انجاز حقيقي. بس خلينا نقول كل الانجازات اللطيفه اللي بيتحدث عنها النظام النهارده، لو هذا الشخص مات موتة ربنا عادي جدا، هل مصر هتصاب بسوق؟ هنقفل مصر؟ هنقفل الدكانه يعني ونروح ولا ايه؟ يعني هي الفكره ان تربط احنا دوله بالكامل 100 مليون شخص بشخص واحد اذا تم انتزاعه واتى شخص اخر لاداره البلاد، يكون اكتر حكمه، يكون اكتر شايف الناس، عارف معاناتهم، عارف قد ايه قيمه مصر، عارف مواردها لاولادها، مش دايما محسسهم ان هم عاله على المجتمع وانهم لازم يدفع في المواصلات ولازم تدفع فواتير، والفواتير كل شويه تزيد 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 تزيد، وكان الناس دي خلاص ملهاش اهل يعني يسالوا عليهم. هي فيروز واحده من المشاكل هاي المنتشره في العالم العربي، ربط الدوله والنظام للاسف الشديد، لا بشخص ونسيان الشعب او بشخص النظام. على فكره كل الشعوب العربيه تخشى من انه الحاكم يموت، وكل الشعوب العربيه ستصور،
وكلها ستثور، كلها في النهاية رح توعى لفكرة أنه هي بلادها فعليا، هي من صنعت بلادها. لكن حتى بذكر على فكرة يعني أيضا هنا الشيء بالشيء يذكر، حتى مثلا لما مات حافظ الأسد في ناس خافت تطلع من بيوتها في سوريا، تخيلي، لأنه على مدار سنوات طويلة كانت فكرتهم أنه حافظ الأسد هو الدولة، شو رح يصير، شو رح يصير بالبلد، خاف. وتخيلي أنا هذه سمعتها من أصدقائي في سوريا اللي عاصروا تلك المرحلة وشهدوا ذاك الوضع، أنه في ناس في مناطق معينة خافت أنه تطلع من بيوتها. وهذا أمر مغلوط طبعا، طبعا مغلوط. يعني إحنا لو بنتعامل بدولة المؤسسات، الفرد ده بيبقى أي فرد في الدنيا يروح ويجي ينام ويصحى، هو مش فارق معانا. ان دوله مؤسسات، كل مؤسسه مستقله بذاتها، بتقوم بدورها، بتخدم مجتمعها، وملهاش اي علاقه بالاشخاص. لكن هي دي اللي ورثوها جوانا، بابا فلان ماما فلانه. يعني احنا انا طول عمري بابا مبارك وماما سوزان، بتدرس بننشدها بنقولها بنحسها، اول ما يطلعوا على التلفزيون انت بقى ده بابا، فاهمه؟ هو ربطك. لكن لم يعد الناس بهذا الفهم زي ما انت ما قلت في البدايه، خلاص كبرنا. وبعدين هو ودى مصر فين؟ يعني انت بتكلمي بتقولي الجزائر، هو ايه راحت فين؟ ده انت روحتي لاوضاع ما كنتيش تتخيلي ان انت في يوم من الايام بتحكي عن مصر بالشكل ده. مصر كان مصر دي يعني صحراء جرداء فقيره، الناس كلها بتعيش في فقر، الحكومه بتتفضل على الشعب، ده احنا كفايه ان احنا مستحملينكم ضريبه على كل حاجه، وكان البلد الفلوس حاجة. كل شويه يقول لك الفلوس، بيقولها بطريقه اساسا يعني بجد. هاتوا كل فيديوهات الرئاسه المصريه وشوفوا بيتكلم ازاي عن الفلوس، وبيشوفوا ازاي بيتكلم عن تجميع الفلوس واهميتها ان احنا ناخد من جيبك. مفيش خدمه هتقدم لك لما تدفع، عشان جاي عشان تفقير الشعب، هدف استهداف واستهداف المجتمع، تفقير الشعب. ايوه، انت بتفقر الشعب يعني خلاص مش هيفكر، استهداف كل حاجه من حياته، استهداف الاسره، استهداف الاخلاق، استهداف المجتمع نفسه. تحسي ان المجتمع المصري، انت بتحكي احيانا عن ظواهر انت ما تتخيليش ان انت بتحكي عنها في مصر، جرائم بتحصل غريبه، الناس بقى عندها حاله نفسيه، الجرائم اللي هي القتل الاسري والجرائم الشاذه، الحاجات دي بقت موجوده في مصر. كيف تتعامل الناس مع الحيوانات؟ بالله عليك يا رويده، في الشارع بتشوفي الشباب بيتعامل مع الحيوانات ازاي؟ شفتيهم مع القطط والكلاب والكلام ده؟ شفتي قد ايه الشراسه؟ في مجال للرحمه على البلاد العربيه، مفيش رحمه على الانسان. الرحمه دلوقتي بقت منزوعه، حاجات قليله جدا يعني. الناس بقت الاعلام بيركز عليها عشان يتخيل الناس، تتخيل ان الشعب المصري بقى كله كده، او وليه ما نقولش ان ده بس اللي بيوصل، لكن الاكتر ما بيوصلش. لا، في كتير حاجات ما بتوصلناش يعني. لا، هو اللي حصل، في طبقه، في طبقه ما حدش شايفها، لا معاها تشتري تليفون بكاميرا ولا معاها طبعا اي حاجه. طبعا خلينا معترفين ان كتير ما نعرفش عنهم حاجه كتير. وكتير اكيد اللي تحت الارض دول ربنا هيحاسبنا عليهم طبعا. يعني كل النهارده حد يقدر يتكلم عنهم ويسكت ويصمت ويمرر الامور، لا ويبررها، لو كان مثلا في مسؤول او في اعلام داخل مصر او ما الى ذلك، هو هيقابل ربنا ازاي؟ يعني فين الضمير؟ ما هي دي بقى مهمه القياده. القائد ده المفروض قائد للكل، يعني لازم يشوف كل المعاناة ويكون عادل مع الكل. يعني سيرة العدل سحر، وانتم من شوي كنتوا تتحدثوا عن موضوع البيوت، وانه البيوت اللي هدمت من الاساس غير مرخصة. انا بعتقد لما بتكون منظومة القوانين من الاساس مضروبة في البلد طبعا، وما في عدل من الاساس في البلد، فمن الطبيعي جدا انه الناس توصل لمرحلة انه تهدم او تبني بيوت من غير ترخيص، لانه انت منظومة قوانينك اصلا مضروبة. انا بصراحة بشكل كتير كبير بفكر بموضوع أثر القوانين أو أثر صناع القوانين. يعني ماشي، إحنا رب العالمين بلانا بحكام بلوة بأنظمة بلوة، لكن أين صناع القوانين؟ وين القضاء؟ وين أهل العدل حقيقة؟ وين الناس اللي تحاول تغير بطريقة تدريجية؟ يعني في التغيير على مستويات، في المستوى الثوري إنك أنت تهد كل شيء عشان ترجع تبني، هذا تغيير موجود وكتب عنه التاريخ وكان في تجارب تاريخية، لكن في التغيير اللي بيكون تغيير تدريجي من خلال تغيير قوانين، من خلال مرات أن تثور على بعض الأنماط التقليدية البسيطة بشكل تراكمي. أنا صراحة في هذا الموضوع برضو الشيء بالشيء يذكر، اليوم ذكرتها كأنه ثلاث مرات بس لأنه الأمور
مترابطة ببعض بشكل كبير على الكوكب الآخر من الكرة الأرضية في الولايات المتحدة. يعني الفترة هاي مثل ما بنعرف وتابعنا جميعا توفت القاضية روث جينسبورغ، وهي قاضية كانت معروفة إنها ثارت على كثير من الأنماط المجتمعية والقوانين الصغيرة، وكانت متداخلة بهموم المجتمع الأمريكي. طبعا ممكن القوانين اللي هي حاولت تغيرها إحنا كمجتمعات عربية وإسلامية غير معنيين فيها، مثلا حرية المرأة في الإجهاض، قوانين متعلقة بالأسلحة، قوانين متعلقة بعدم التمييز الجنسي، قد تكون بعض التفاصيل إحنا كمجتمعات مسلمة غير معنيين فيها. لكن الفكرة في الموضوع إنه هي كيف كامرأة أول ما دخلت أصلاً كلية الحقوق كانت واحدة بين 9 سيدات مع 500 رجل، حاولت بشكل تدريجي منذ أن يعني دخلت أقدامها هاي المنطقة وكلية الحقوق في جامعة هارفارد إنه تحاول تغير بالمجتمع وعلى مستوى القوانين بشكل تدريجي. برأيكم هذا التغيير التدريجي إحنا وين؟ يعني إحنا وين موقعنا من التغيير التدريجي في مجتمعاتنا؟ مع العسكر التغيير التدريجي غير موجود. لماذا؟ القوانين تصنع لهم. يعني مثلا المعتقلين السياسيين الموجودين 100,000 معتقل في مصر، بيتحول الاعتقال السياسي إلى اعتقال جنائي عشان هذا الرجل لم يعد له قيمة حتى لو تم الإفراج عنه، أو حتى لو تم قامة ثورة وخرج يجي يرشح نفسه أو يجي يقود أو يجي يمارس العمل السياسي، لا ده أنت عليك قضية جنائية. هذه هي القوانين. الدستور بنفس الطريقة يتم تغيير الدستور لتفصيله لرئيس الدولة. يعني كان مفروض 4 سنوات مدة الحكم، امتدت لست سنوات، والآن تم التغيير ليصل إلى 2030. ولا مش بس في مصر على فكرة، ده هذا الكلام مكرر في كل بلدنا. يعني حتى التجربة الرواندية اللي بيحكوا عنها ديت إنها تجربة سرية، والرجل عمل نفس الكلام، تولى الحكم من أقلية تدعمها أمريكا من سنة 2000 بدون انتخاب بالتزكية، وبعدين تم انتخابات تعديل الدستور وطلع الدستور وموقع الدستور، بعدها بالتزكية أو بالانتخاب بعد كده مفيش غيره، أصبح هو رئيس الدولة. لحد النهاردة هو رئيس الدولة، وغير الدستور عشان يصل إلى يصبح رئيس الدولة لحد 2034. بس تعرفي مش عارفه ايه عجبهم في الرقم ده 2000. ما هو بيحسبها بقى هي اساس الحياه، رقم فايده الحياه، هي بقت 7 هي في رواندا 7 سنين 7 7 7 فحسبها لحد بقى 34. يعني بس تعرفي هو الحكم العسكري ترى له اوجه كثيره. يمكن احنا في مجتمعاتنا العربيه نعاني من حكم عسكر، من بطش عسكري، لكن على فكره المجتمعات التي تدعي انها مجتمعات ديمقراطيه ومتقدمه في عندها وجه اخر من حكم العسكر. في ايضا قوانين ناظمه، في لوبيات قويه جدا، في مافيات، في قتل يحدث لكل من يحاول أن يغير أو يخرج عن المنظور العام مثلا في المجتمع أو في القوانين. حتى في الولايات المتحدة مثلا إحنا ما ترامب طلع النهاردة وقال يعني أنا خلاص مش حتى لو إحنا ما نسأل في لوبيات مثلا. عشان هيك أنا ذكرت، يعني لما ذكرت مثلا روث جينسبورغ إنه هي أيضا حاربت، كان يمكن هذه المرأة أن تقتل، كان يمكن أن تحارب، في لوبيات قوية تحاربها. يعني هذا أيضا وجه آخر على فكرة من الحكم العسكري ومن الاستبداد. اللي عجبني فيها ان هي اختارت ان تبقى ما تموتش. انت بتقولي توفت لكن ذكرها هيبقيها. نفسي افهم النهارده اي حد يفكر ان عمره مهما كان هيعيش كام سنه، 65 60 70 80، احنا عمر امتي ما بين الكام والكام، يعني احنا 60. محدود قوي 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 عمرنا. فهل انت عايز تبقى وتخلد وتذكر ويترحم عليك فلان وملايين ويتحدث التاريخ عنك، ولا عايز الفتره البسيطه وتموت بالفعل؟ هي شوفي النهارده بنذكرها والتاريخ هيذكرها، لكن هي لم تفكر في الاخره اصلا. يعني صحيح هي تركت الاثر، هي فكره ان تترك الاثر. لا بس هي في حاجه انت قلتي عليها اسراء مهمه جدا فعلا، قصه ان انت في تغيير جذري اللي هو من الوش، وفي تغيير تدريجي. تدريجي انت محتاجه الاثنين. يعني احنا ساعه ثوره يناير انت شلتي الوش بس، لكن انت اصلا الدوله ما ده تدريجي وفشل. لا ما كانش تدريجي، كان تغيير تدريجي. يعني طبعا اقصد بس على الوش، يعني مش أيوة. مش تغيير ان انت غيرتي، ما كانش تدريجي كان طير كل دول. يعني بالظبط، هو انت محتاجه الاثنين، تعملي الاثنين.
دولة المؤسسات هو اصلا التركه اللي متسابه من العسكر هي مؤسسات فساد كامله هد. فمحتاجه تطهير ان انت من تحت خالص من اول السجل المدني والحاجات الصغيره المليانه فساد ومليانه رشاوي محتاجه ان انت تغيريها عشان توصلي لحد اللي فوق خالص يعني محتاجه كله مع بعض ما ينفعش ان انت تسيبي الراس نفسها وتسيبي الاول انت صدقتي لان في تجنيس للصهاينه جاري دلوقتي يبقوا مصريين والبنية الديموغرافية بتتغير في مصر في سيطرة تامة ده كده العقائدية بقى مش بس يعني أنا أقصد على التجنيس معناها أن أنت بتغيري البنية الديموغرافية بتاعت الدولة هذا شيء يعني. خطير صحيح طبعا طبعا بس برضو على موضوع التغيير بصراحة أنا ما زلت مؤمن برضو مؤمنة يعني على مستوى معين من التغيير التدريجي أنا بشوف مجتمعاتنا العربية إلى الآن ما عندها فن تشكيل اللوبيات بصراحة يعني ممكن على فكرة يصير في تشكيل لوبيات مثلا إلها علاقة بتغيير يعني مادة واحدة من الدستور كل 10 سنين يا سيدي غير لك مادة مش مشكلة بس المهم يعني مجتمعاتنا تشعر بنوع من التغيير بس 80 سنة عملوا يعني الكلام ده الإخوان يعني أها الإخوان عملوا الكلام ده يعني دخلوا الانتخابات فترات طويلة تركيا يعني تجربة تركيا برضو يعني ولكن كان مشروع تركيا ناضجة أكثر على المستوى السياسي لكن بصراحة أنا بشوف لا مجتمعنا العربي يعني حتى تجربة الإخوان ما نضجت أيوة مثل تجربة تركيا طبعا تركيا هي لم تعط الآن فرصة تنضج هم اتحطوا في إطار ولم يحاولوا الخروج منه هذه هي الأزمة صحيح. يعني أنا أصل مثلا 30% في البرلمان خلاص مش مؤثر خلاص يا جماعة خليه عشان يحس أن في ديمقراطية وفي سياسية وفي عملية سياسية يعني في مصر لكن في الحقيقة وفي الهدف لا العالم دي ما تطلق أبدا ما تحكمش بدليل أن أنت شفت اللي حصل في الجزائر سنة 90 شفت اللي حصل في غزة في سنة 2006 لما طلعت حماس شفت اللي حصل في الشعوب الإسلامية بعد ما طلعت الثورات كلهم جابوا إسلاميين باعتبار أنها شعوب إسلامية يعني فطبيعي ان هيطلع حاكم مسلم يعني هي مش ده حاجه كده اساسيه زي بالظبط ترامب بروتستانتي لو حاولوا النهارده الثاني جو بايدن دوت الجهه الاخرى بيقول له لا حتى لو بالعافيه بقى هكون انا يعني ده طلع قال تصريح رسمي كده النهارده فهي القضيه انت ايه الاطار اللي انت عايزه تتحركي فيه والاطار الثاني اللي عايز يحركك فيه مين فيكم هيكسب ده بحسب يعتمد على قوه الطرفين في الاخر هيبقى بس هي موضوع التغيير اللي بتتحدث عنه يا رويده انا متهيالي الخطاب النهارده لو ماشي على هذا الاساس مش هنلاقي فيه تعاون من المؤسسات يعني لابد ان احنا نطمئن المؤسسات بشكل او باخر وطالما احنا عندنا فكره ان يبقى الجذور لابد ان تتغير هي هتحصل في يوم من الايام لكن في هذه الفتره تحديدا الخطاب للمؤسسات احنا بنقول لهم انتوا حصلتوا بالفعل على يعني النهارده الجيش المصري عنده 60% او اكتر من الاقتصاد المصري هل هو هيقف معاكي كشعب ويخسر كل الاقتصاد اللي وصل له ويخسر كل الامتيازات اللي خدها طيب ما تطمنيه على امتيازاته وقولي له ان الامتيازات اللي انت خدتها هذه الفتره اللي مرت لو انت النهارده وقفت مع الناس ونصرت كلمتهم وكنت معاهم الناس هي هيبقى عندها قدره على ان تستوعب وجودك الجديد لكن بدون أن تفرط في عقيدتك العسكرية أن أنت تحمي بلادي وأن أنت تحمي الحدود وأن أنت ما تكونش أنت اللي داخل في الاقتصاد بنفسك لا اعمل اقتصاد بس شغل فيه الشعب اعمل اقتصاد وخد خير الناس والناس تشعر بالخير معاك ما تبقاش أنت وفقط فإحنا النهاردة الخطاب للمؤسسات النهاردة أنا شايفة الحقيقة يعني يمكن مش عايزة أعمم أو مش عايزة أحلل قوي لكن متروك للناس أنها تتحدث بشكل أو بآخر على رأي أحد الإعلاميين الكبار اللي احنا بنقدرهم بيقول الباب موارب من هذه المؤسسات حلو. من يوم 20 لحد النهاردة مواربين الباب عشان في كتير من الضباط بيجينا فيديوهات بتقول كده انه بيتحدث للناس يا تعملوا ثوره يا تسكتوا يا تعملوا ثوره بجد يا تسكتوا يعني ما تبهدلوناش معاكم اذا احنا عايزين نتعاون بس يعني. فين انتوا فين بالعدد الكبير المطلوب الموجود واحنا هنبقى لان عايزه اقول لكم حاجه المؤسسات اللي الناس شافتها اخذت كل حاجه في مصر هذا ليس صحيح لا راس كل مؤسسه فقط يعني المؤسسه العسكريه هاتي الراس قولي دول استفادوا لكن اللي تحت كلهم بيشعروا بمظلوميه حقيقيه ليه انا شايفه ان اللي حصل اكتر خساره في خلال السنين اللي فاتت دي هي تدمير الجيش المصري صحيح الجيش نفسه لا فقط ما برضو هدف بالظبط هدف انت عندك اللي بيموتوا في سيناء وحتى عقيده الجيش وهيبه الجيش ويخرجوا يبيع خضار وفاكهه وحتى الفيديو يعني. كانوا عاملين عليه بتاع الكومساري والمجند انا كنت شايفه ان الفيديو ده مهين جدا للجيش انت عندك انت حتى المجند نفسه معهوش فلوس يدفع
يعني في ظلم كبير جدا في وده اكبر دليل على ان الاقتصاد اللي بيتقال عليه ان الجيش اخذ الاقتصاد كله هو في مجند تعبان وكحيان اهو ما عندهوش ما فيش يعني زي ما قلتي يعني هي الفكره ان تحت راس المؤسسات في ناس بتعاني وبتئن وعايزه تقف مع الناس فعلا. في كتير من الضباط بيشتغلوا ليل ونهار ازاي انت عندك وقت معين من الشغل وتترك الموضوع وتروح بيتك وتعيش حياتك ليه انت مستعبد طول الوقت ليل ونهار وعايزينك وتعالى ومأموريات ومهام لان ما فيش دوله عادله. الدوله العادله بينعم فيها الجميع المسؤول قبل المحكوم. هو ليه الجيش مستني الشعب يبقى يطلع بقوه؟ طب ما هو ينضم للشعب يعني هو مش من ضمن الشعب؟ ده سؤالي. الجيش ده مش من ضمن الشعب طبعا. القضاء مش من ضمن الشعب؟ الشرطه مش من ضمن الشعب؟ اللي عايز ينضم للشعب وحاسس بظلم ينضم للشعب. وعلى فكره اخرتها لا بس الفكره دي اسمحي لي يا سحر ما هي ده اللي حصل. ما هو ده اللي اتكلموا فيه قبل كده في 2013 وده كان انقلاب عسكري. لا يعني انا ما بتكلمش على الشعوب اولا ثم اي مؤسسه اخرى ينضموا كشعب ينضموا كشعب مش الصوت يبقى يعني ليهم يعني يخلع يبقى بدلته العسكريه. اه دي وظيفه ده وظيفه زي الطبيب والمهندس والمحامي والمحاسب وظيفه. نعم. انت وظيفتك كذا كذا انما انت عايز كلنا في الثوره شعب. مش هقول لك يا باشمهندس كذا ولا فلان كذا ولا يا سياده الضابط كذا. لا انت خلاص انضمت للشعب. القيادات اللي هي فعلا ضد الثوره دول موضوع تاني يعني اللي قاموا بالانقلاب صوره الانقلاب واضحه والشخصيات الموجوده فيها مرسومه في الاذهان مش هتتنسي يعني صحيح. بس فهم دول الرؤوس اللي انت انت عارفه احنا دايما شايفين الرؤيه ان فعلا السنين اللي يعني احنا من وقت ما حصل الانقلاب وكنا عارفين ان في مظالم كتير هتحصل وان الناس حتى اللي كانت مؤيده للانقلاب هتيجي يوم طبيعي. وهتتظلم هي نفسها وهتعرف لان النظام الفاسد واللي بيظلم هيظلم كله. من اعانى ظالما صلاه الله عليه. دي قاعده يعني هو ما بيفرقش سبحان الله بيفرقش يعني. وصدقيني ده اللي حصل دلوقتي يمكن الواقع الصعب لما تشوفيه وتلاقي تقلص الشعبيه لهذه الدرجه والناس كلها طالعه كله حتى رجال الاعمال النهارده مش في مأمن. النهارده بيفقد لما يدخل الجيش بكل امكانيات الدوله وهو مش عارف يدخل السوق نفسه بيقف معاه فبيقفل مصانع. كم مصنع اتقفل النهارده؟ العمال اللي بتصرف المحاجر كلها بقت للجيش وفي 100,000 عامل طردوا من شغلهم. ويا ريت الجيش بينعم بما حصل عليه لان ما فيش دوله عادله. يعني شوفي رغم كل امتيازات اللي وصل لها هو لم ينعم بها لحد النهارده. هو احتكار على مجموعه افراد. هل يمكن ان احنا نسخر بلد بالكامل بمقدراتها ببلدها بشعبها لحبه والباقي كله يموت؟ ما هو الحبه دول يعني مين بقى المدعومين دولت من النظام الدولي من الاخر. والنظام الدولي اصلا بياخد لك 90% وتفضل 10% للعسكر كمان. اها يعني هو في نهايه الامر الجيش والقضاء والاشخاص اللي في الدوله رح يوعوا انه جايهم الضرب جايهم اذا لم يقفوا مع الشعب اذا ما وقفوا مع الشعب. بس اذا وقفوا إذا وقفوا كشعب مش يجي على رأس السلطة. نعم. أو إذا وقف مع صرخة الناس ووصلها للنهاية للمطالب اللي...